اليوم أيضا برزت قضية كركوك، يعني استمعنا إلى كلام سيدة محمود خوشناو قبل أن ينقطع الاتصال به، وقال لا مساومة على منصب إدارة كركوك في مقابل أي منصب آخر. يبدو أن قضية كركوك ظهرت إلى السطح وطفحت إلى السطح كورقة ضغط مقابل منصب رئاسة الجمهورية. باعتقادك إلى أين سيسير هذا الأمر؟ يعني هو أستاذ أحمد منذ البدء حقيقة، منذ الخلاف بين الاتحاد وبين الديمقراطي، كانت نقطة حقيقة يعني نقطة حكم كركوك هي النقطة الفاصلة بين الاثنين. الحزب الديمقراطي الكردستاني صرح بأكثر من مناسبة بأنه يريد أن تكون المحافظة ترجع إلى يعني ترجع في إدارتها إلى الإقليم، وبالتالي يكون المحافظ هو من يعني من 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 الديمقراطي وليس من الاتحاد كما هو كان معمول به، لأنه هكذا يعني جرت العادة في التقسيم في داخل سلطات الإقليم أن يكون محافظ كركوك من حزب الاتحاد، بالمقابل أنه السلطات الداخلية في أربيل تكون للديمقراطي الكردستاني. لكن هذه المرة حقيقة أراد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يغير قواعد اللعبة وأن يقفز على هذه القواعد ويأتي إلى بغداد ويطرح اسم مرشح رئاسة الجمهورية كما يريد حقيقة أن يأخذ منصب محافظ كركوك، وهذا يعتبره هو استحقاق انتخابي. لكن هذا الاستحقاق الانتخابي بالتأكيد سيصطدم بالتوافقات الداخلية، يعني عندما نتحدث عن المناصب ونتحدث عن منصب رئيس الجمهورية ومنصب محافظ كركوك، بمعنى هذا بمعنى أو بآخر هذا يجب أن يرجع إلى التوافق بين الحزبين الديمقراطي وبين نقطة جوهرية سيد علاء. يعني هذا يعني أن الديمقراطي ستكون له رئاسة الجمهورية، ستكون له نائب رئيس مجلس النواب. ستكون له أيضا محافظة كركوك، ستكون له أيضا رئاسة إقليم كردستان، ستكون له أيضا رئاسة حكومة إقليم كردستان، ناهيك عن ربما وزارات أخرى. يعني الأجهزة الأمنية، كل الأجهزة الأمنية أستاذ أحمد، كل الأجهزة الأمنية وكل الأجهزة اللي موجودة في أربيل هي تحت سلطة الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي يعني الأحزاب الأخرى اليوم ارتفعت حتى في قضية النفط والغاز. بالمناسبة هذه الإشكال وليس بين المركز وبين الإقليم، أيضا هناك إشكال داخل الإقليم أيضا نفسه بين الأحزاب المتنافسة على يعني على سلطة الإقليم، سواء كان الجيل الجديد الذي أصدر بيان واضح جدا قال نحن لن نقف مع الإقليم في قضية النفط والغاز لأننا في الحقيقة لا نعلم ما هي موارد هذا النفط ولا ندري أين تذهب هذه الأموال. كذلك الاتحاد أيضا صرح بنفس التصريح. إذن هناك إشكاليات كبيرة جدا في قضية محافظ كركوك، أنا أعتقد أنها ورقة يريد أن يساوم بها الديمقراطي أمام الاتحاد لكي تكون له الغلبة في قضية رئيس الجمهورية. بمعنى أو بآخر يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني سيقول للاتحاديين إذا أردتم منصب محافظ كركوك فعليكم أن تتنازلوا عن منصب رئاسة الجمهورية وبالعكس.